عماد الحجة Public Relations and External Affairs Executive بمركز سرطان الأطفال بلبنان. توثيق العمليات والمناهج والأنظمة الداخلية لعمل المؤسسة يساعد على تقديم خدمات ذات جودة قياسية. من أجل تقديم أفضل خدمة موحدة مستدامة يستحسن توثيق العمليات والمناهج والأنظمة الداخلية لعمل المؤسسة ومراجعتها بحسب مفاهيم الجودة وحسن الإدارة. مركز سرطان الأطفال نتبع قواعد الايسو 9001 لحسن الإدارة منذ أكثر من 10 سنوات. توسيع العمليات والمناهج والأنظمة الداخلية يساعد على توضيحها وتوحيد تطبيقها، ومراجعتها بتساعد بضمان تطور المؤسسة وخدماتها، كما الحرص على رضا المستفيدين بكل الأوقات.